مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا الخبر العاجل. سجلت مصالح الحماية المدنية 20 حريقا في 5 ولايات، ولا تزال عملية الإخماد متواصلة فيه إلى حد الآن، حيث كشف بيان للحماية المدنية اليوم الاثنين عن تسجيل حرائق عديدة في 5 ولايات وعلى رأسها البويرة. فقد سجلت البويرة 4 حرائق، وتليها ولاية جيجل التي سجلت 3 حرائق، وولاية بومرداس سجلت أيضا حريقين، وأخيرا ولاية تيزي وزو فقد سجلت حريقا واحدا. نسأل الله السلامة. شكرا لتتبعكم، ونجدد اللقاء في خبر جديد إن شاء الله.